بكم بنتحرر إلى المغرب، حيث سجلت أسعار الوقود في المغرب ارتفاعات جديدة أثارت غضبا ودعوات للحكومة للتدخل لحماية القدرة الشرائية للمواطن، بينما تواجه المملكة تراجعا بتوقعات نمو وارتفاعا في معدل التضخم. ووصفت وسائل إعلام محلية هذه الزيادات بالقياسية وغير المسبوقة. وطالبت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التي تعد من بين الأكثر تمثيلا بالبرلمان في رسالة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش بالتدخل العاجل لحماية القدرة الشرائية للطبقة العاملة. ودعت ثلاث نقابات أخرى إلى إضراب في القطاع العام الاثنين القادم احتجاجا على ارتفاع الأسعار. لمناقشة المشهد المغربي أرحب بضيفي السيد خالد البكاري الأكاديمي والناشط السياسي المغربي من الدار البيضاء. أهلا بك سيد خالد معنا. بداية كيف تفسر هذه الزيادات في البلاد؟ هو يمكن أن نتحدث عن تفسير جائز وهو الذي تقدمه الحكومة، أن الأمر مرتبط بالتقلبات الدولية بالصراع الروسي الأوكراني بارتفاع أثمان المحروقات في السوق الدولية. هذا في الحقيقة هو قائم ولا يمكن أن ننكره، والعالم الآن كله يتحدث عن ارتفاع الأسعار، ولكن يجب الانتباه إلى شيء أساسي هو أن أثمان المحروقات في المغرب هي أثمان غير معقولة حتى قبل هذه الارتفاعات الموجودة في السوق العالمي، ثم أن هناك خلل كبير موجود في قانون المالية لهذه السنة لأنه بني على افتراضات كانت آنذاك معروف بأنها افتراضات غير واقعية. الآن الأمر الغريب جدا هو أن الدولة استمرت في دعمها مثلا لأثمنة الحبوب وخصوصا أثمنة الدقيق والسكر، هذه المسألة بحد الآن هي إيجابية، ولكن أنها لم تخفض من الضرائب المفروضة عند الاستيراد على مجموعة من المواد التي هي مواد أساسية بالنسبة للمغاربة بما فيها المحروقة، بمعنى أنه لم يتم المساس بمصالح الأوليغارشية الكبرى، لم يتم المساس بمصالح الجهات المتنفذة القريبة من مربع السلطة والتي تزاوج بين السلطة والثروة. كل هذا العبث، لا طبعا نوع من انخفاض المواطن العادي، لو لم ترتفع أسعار المحروق أزمة، في حين أنها تراكم أرباحا حتى في ظل الأزمة ولا تقوم بأي مجهود لتخفيف العبء الضريبي عن الأجراء، العبء الضريبي عن طبقة